بقول في اليوم ده ان احنا دايما محتاجين ان احنا نتسلح دايما بالعلم بالمعرفة، حتى نكون قادرين دائما على استيعاب التقدم اللي بيحدث في مجالات، يعني المجالات التفوق والتطور اللي بتشهدها المعدات والأسلحة الحديثة وأيضا النظريات المختلفة. ثم أي حاجة أخرى مهمة أو إن احنا نتسلح بيها، وهي الإيمان. الإيمان معناه الخلق، معناه النزاهة، معناه الشرف، معناه عدم الخيانة، معناه عدم التآمر. انتبهوا للمحورين دول أو للكلمتين دول، التسلح بالعلم والمعرفة والتسلح بالإيمان، هو ده السبيل الحقيقي لامتلاك قدرة لا تقهر، لأنها هتبقى مدعومة بأسباب الدنيا ومدعومة بأسباب السماء. يبقى معاك دعم ربنا سبحانه وتعالى عندما تكون تتعامل مع الأمور بشرف من غير غدر ولا خيانة ولا خزة. يعني آخر حاجة هقولها لكم، دايما حافظوا على كفاءتكم وعلى قدراتكم، دايما تكونوا جاهزين، دايما تكونوا حريصين. ربنا يا رب يحفظكم، ودايما مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وجيشها في أمن وأمان وسلام. بشكركم جميعا وسعيد باللي أنا شفته ده، وإن شاء الله دايما دايما للعلا.